السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم مرة ثانية يا شباب في درس مستمرين فيه حنا لنا الآن من يوم الأثنين الماضي، اللي هو درس بعنوان تسمية الجزيئات. تسمية الجزيئات، طبعا إذا تذكرون إحنا أخذنا في تسمية الجزيئات قلنا سنسمي بثلاث محاور. تسمية الجزيئات الثنائية، وتسمية الأحماض الثنائية، وتسمية الأحماض الأكسجينية. أذكركم بس، الجزيئات الثنائية مثلا H2O قلنا نسميه أكسيد ثنائي الهيدروجين، أكسيد ثنائي الهيدروجين. تسمية الأحماض الثنائية مثل حمض HCl قلنا نسميه بطريقة أن نقول حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكلوريك. وجينا للأحماض الأكسجينية وتذكرون أخذنا مثلا HNO3 وقلنا حمض النيتريك، حمض النيتريك. أنا أحب بس أراجع معكم الأحماض الأكسجينية لأننا أخذناها بالأمس، خلونا نراجع مع بعض الأحماض الأكسجينية بسرعة. الأحماض الأكسجينية يا جماعة قلنا أنها تحتوي على شقين، شق الهيدروجين اللي هو معطيني الحمض، وشق سالب اللي هو نسميه حنا الجذر، وهو يعني الشق السالب وهو يحتوي على الأكسجين، لذلك حنا سميناها الأحماض الأكسجينية. كيف نسمي؟ قلنا هذه لما يكون في وفرة من الأكسجين هذا نسميه عندي نيتروجين ومعه الأكسجين يصير آت، نترات. وهذا كما تعلمون نسميه طبعا أيون الهيدروجين يعطينا كلمة حمض. لما أجمع الاثنين مع بعض يصير اسم الحمض الآن، اسم الحمض حمض، بدال الآت قلنا الآت نحولها إلى إيك، والإيت نحولها إلى أوز. اتفقت أنا وياكم إن الآت في وفرة الأكسجين، وفرة الأكسجين، وهنا في قلة الأكسجين. طيب نشوف هنا في وفرة ثلاثة، فنقول حمض ها النترات، نشيل الآت ونحط إيك تصير حمض النيتريك، وهكذا نسمي كل الأحماض الأكسجينية. لا ننسى يا شباب الحمض الأكسجيني إذا كان فيه وفرة في الأكسجين بدال الآت نحط إيك، وبدال الإيت نحط أوز. إيت مثل إيش؟ مثل مثلا هذا HNO2 هذا لما نجي نسمي إيش نقول؟ نقول حمض بحكم وجود الهيدروجين. ونشوف النترات هنا أو النيتروجين مرتبط بأكسجين، فيه قلة من الأكسجين، فيه قلة ذرتين أكسجين، لذلك بدل ما أسميه آت يصير إيت. طيب كيف أسمي الحمض؟ أقول حمض النيتروز، بدل ما هي آيت صارت أوز، حمض النيتروز. أتمنى أننا غطينا موضوع الجزيئات الثنائية وتسمية الأحماض الثنائية وتسمية الأحماض الأكسجينية. الآن ننتقل لبعض التدريبات، بعض التدريبات اللي من خلالها بإذن الله تتضح المفاهيم ويكون الأمر بإذن الله واضح بالنسبة لكم. الآن تذكرون حنا أخذنا كما تعلمون تسمية الجزيئات من خلال أني أعطيك الصيغة وأطلب منك الاسم، أعطيك الصيغة وأطلب منك الاسم. يعني مثلا أعطيك الـ H2O وأطلب منك اسمه، أعطيك الـ HCl وأطلب منك اسمه، أعطيك الـ H2SO4 وأطلب منك الاسم. الآن نريد نعكس، أعطيك الاسم وتعطيني الصيغة، هذا هو التدريب. إذن كتابة الصيغة
الجزيئية من خلال الاسم، من خلال الاسم. طبعا هذا كله يا جماعة في صفحة 129، صفحة 129 في مقرر كيمياء 2، في مقرر كيمياء 2. خلونا ناخذ الأمثلة مع بعض. اكتب الصيغ الكيميائية للمركبات الآتية. اكتب الصيغ الكيميائية للمركبات التالية. يلا خلونا مع بعض يا شباب. تطبيق أحسن شيء تستطيع فيه فهم المفاهيم إنك تطبق مباشرة. نشوف كلوريد الفضة. واحد، كلوريد الفضة. تذكرون الطريقة اللي سمينا فيها الجزيئات الثنائية؟ ذكروني مع بعض. قلنا نسمي الجزء الأخير ونحط له إيد، ثم نسمي الجزء الأول، ولا ننسى البادئات، ثنائي ثلاثي ما ننساها. ها، كلوريد الفضة، كيف تستطيع تكتب لي جزيء كلوريد الفضة؟ كلوريد، كلور، أحطه في الثاني. طيب خلينا نخليها تحتها مباشرة، كلوريد والفضة، تعرفون رمز الفضة؟ AG. هذه كلوريد الفضة بهذا الشكل، كلوريد الفضة. طيب نشوف الآن مثلا أكسيد ثنائي الهيدروجين. اثنين، أكسيد ثنائي الهيدروجين. ها، سموه معي يا جماعة، أعطيكم فرصة تفكرون. أكسيد ثنائي الهيدروجين، أكسيد ثنائي الهيدروجين. أكسي يعني أكسجين، إيد طبعا قلنا لأنه جاي ثاني، أكسيد. طيب ثنائي، ثنائي الهيدروجين، الهيدروجين. أصبح عندي الماء، أكسيد ثنائي الهيدروجين. الماء هذا الاسم الشائع، أكسيد ثنائي الهيدروجين هذا الاسم النظامي له. ثلاثة، ثلاثي فلوريد الكلور، ثلاثي فلوريد الكلور، ثلاثي فلوريد. ها، من يسمي معي يا شباب؟ فكر نص دقيقة، ربع دقيقة تكفي. ها، ثلاثي، ثلاثي، أحسنتم. فلوريد، فلور، لأنه إيد معناها هو الثاني. طيب كلور بهذا الشكل، فلوريد، ثلاثي فلوريد الكلور، ثلاثي فلوريد الكلور. نأخذ رقم أربعة، رقم أربعة. كل الكلام هذا يا جماعة في صفحة 129 من مقرر كيمياء 2. ثلاثي أكسيد ثنائي الفوسفور، ثلاثي أكسيد ثنائي الفوسفور. هو عندكم الإشكالية بس في معرفة رموز العناصر، وبكثرة اطلاعاتك على الجدول الدوري تستطيع أنك تبدأ تمارس تسمية هذه المركبات. نشوف الآن ثلاثي أكسيد، إيش رأيكم؟ ثلاثي، أحسنتم، ثلاثة أكسيد O. طيب ثنائي 2 والفوسفور P، الفوسفور يرمز له P، هذا هو المركب. ثلاثي أكسيد ثنائي الفوسفور. نروح للخمسة، خمسة عشاري فلوريد ثنائي الكبريت، عشاري، عشاري فلوريد ثنائي الكبريت، فلوريد ثنائي الكبريت، عشاري فلوريد ثنائي الكبريت. ها، عشاري، أحسنتم، عشاري. فلوريد، فلور، الإيد معناها هو الثاني. طيب ثنائي 2 الكبريت S، صار عندي عشاري فلوريد ثنائي الكبريت. آخر، آخر سؤال، سؤال تحفيزي يقول فيه، في هذا السؤال سؤال جميل صراحة وأتمنى منكم تساعدوني فيه، وهو سؤال يخاطب مهارات تفكيرك وفهمك العميق للمفاهيم اللي أخذناها. سين، السؤال التحفيزي يقول: ما هي الصيغة الكيميائية لحمض الكربونيك؟ أكتب الصيغة
الكيميائية لحمض الكربونيك. الكربونيك، طيب كيف تسميه؟ حمض خلينا نكتبه هنا، حمض الكربونيك. طيب يا جماعة تذكرون؟ هذا حمض أكسجيني. طيب سؤال الآن، كلمة حمض إيش تعطيك؟ إيش اتفقنا؟ كلمة حمض تعطيك الهيدروجين، أحسنتم. طيب كربونيك، الكربونيك كربون، كربون وفيه إيك، إيك معناها جاية من آت، تذكرون؟ قلنا الآت وفرة الأكسجين تعطيك إيك، إذا إيك هذه إيك جاية من إيش؟ من آت، من آت يعني وفرة الأكسجين، وفرة الأكسجين ثلاثة، وهذا صيغ لها اثنين سالب هنا. خلاصة الكلام كما تعلمون نحط هنا التكافؤ اثنين، ونحط هنا التكافؤ واحد، نعمل المقص، تذكرون كلمة المقص؟ يطلع لك في النهاية H2CO3، هذا حمض الكربونيك يا جماعة. أذكركم ثاني مرة، الكربونات، الكربونات تعطيني كربونيك، هذه كربونات، قلنا آت وفرة الأكسجين، هذا وفرة في الأكسجين، عندي كربون ومعه أكسجين، وفرة من الأكسجين صار عندي اسمها كربونات. لو كان لوحده هذا اسمه كربون يا شباب، هذا اسمه كربون، لما أضيف له أكسجين يصير إذا في وفرة صار آت، إذا ما في وفرة أقل يعني يصير إيت. خلصنا من هذا وكتبنا هذه الصيغة، ننتقل بعد هذا إلى سؤال آخر، سؤال آخر اللي هو يمثل هذه اللي قلناه قبل قليل. طيب نشوف الآن يا جماعة الخير صفحة 130 التقويم، الآن نروح للتقويم صفحة 130، صفحة 130 التقويم، نأخذ السؤال الأول، يقول لخص القواعد المستخدمة في تسمية المركبات الجزيئية الثنائية. المركبات الجزيئية الثنائية كيف نسميها يا جماعة؟ المركبات الجزيئية الثنائية كيف نسميها؟ نسميها مثل ما اتفقنا أننا نأخذ، خلونا نأخذ مثال، قلنا H2O كيف نسميه؟ أننا نبدأ من الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي هو الأكسجين، وضع له، أخذ الشق الجذر، آسف الجذر، وأضيف، وأضيف له إيش؟ إيد، فصار اسمه إيش؟ أكسيد، صح؟ ثم اثنين نأخذ الشق الثاني ونسميه باسمه العادي هيدروجين، نسمي الشق الأول باسمه مع إضافة البادئات، مع إضافة البادئات، البادئات نقصد فيها ثنائي ثلاثي وكذا، إذن هذا شو يصير اسمه؟ الجزء الثاني أكسيد، ثنائي الهيدروجين. هذا حل السؤال الأول، حلينا مع بعض السؤال الأول، ننتقل للسؤال الثاني يا شباب. السؤال الثاني يقول عرف المركب الجزيئي الثنائي، عرف المركب الجزيئي الثنائي اللي هو مثل الماء وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، شو تسميه؟ كيف تعرفه؟ كيف تعرفه؟ الجزيء الثنائي هو جزيء، أيوة هو جزيء تساهمي يحتوي، كملوا لي يا شباب، يحتوي على إيش؟ على، أحسنتم، نوعين من الذرات، مثل مين؟ مثل ما اتفقنا CO2 مثل H2O وهكذا، إذن هو جزيء تساهمي يحتوي على نوعين من الذرات. هذا السؤال خلصناه، ننتقل للسؤال الذي بعده. السؤال الذي بعده يقول طبق كيف تسمي جزيء N2O4. طبق لاحظوا كلمة طبق، التطبيق يا جماعة يوصل لك المفهوم بسرعة. طبق تسمية N2O4 بالطريقة النظامية
مية طريقة نظامية. ها كيف نسميها شباب؟ أعطيكم ربع دقيقة. ها هذا جزيء ثنائي، كيف أسميه؟ أحسنتم. ننتقل للجزء الثاني ونشوفه. أكسجين أحط له إيد صار اسمه أوكسيد. أحسنتم. طيب هو قبله أربعة، تلاحظون هذه بادئة أربعة، أسميه رباعي صح أو رابع؟ رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين. أحسنتم يا أبطال، أحسنتم. إذن رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين. طيب ننتقل للسؤال الذي بعده. اكتب الصيغة الجزيئية للمركبات التالية. حمض الأيوديك، يلا حمض الأيوديك يا جماعة، نبي نسمي حمض الأيوديك. حمض الأيوديك، فكروا معي شوي، فكروا معي في حمض الأيوديك. حمض الأيوديك طبعا هو حمض أكسجيني، حمض أكسجيني. لاحظوا أيوديك، أول شيء كلمة حمض تعطيني هيدروجين. أحسنتم، هيدروجين. طيب الأيوديك، أيوديك إيك، إيك جاية من إيش؟ اتفقنا من آت. طيب آت تعني أن الأكسجين مرتبط بعنصر، وش هو العنصر؟ اليود. فاليود مرتبط بالأكسجين. طيب آت قلنا وفرة ولا قلة؟ وفرة. إذا أنا أحط ثلاثة، هذا اسمه يا جماعة يودات، يودات، وهو بهذا الشكل. صار عندي حمض الأيوديك، هو حمض الأيوديك بيكون بهذا الشكل. لو عملنا مقص طبعا كلها واحد واحد، وبالتالي نفس الشيء بيطلع لي HIO3، هذا حمض الأيوديك، حمض الأيوديك. طيب ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت، ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت. خلصنا من الاسم هذا يا جماعة، ننتقل للاسم الثاني. ثلاثي أكسيد ثنائي الكبريت. ها هذا اسمه قدامك الآن، نبغى نبني صيغته الجزيئية. ثلاثي أكسيد، ثلاثي أكسيد، إيش قلنا يا شباب؟ متفقين ثلاثة بعدين أو. ممتاز، أحسنتم. ثنائي نحط هنا اثنين، والكبريت تعرفون الكبريت سولفيت، سولفيت يبدأ بالإس، سولفيت كبريت. ومثل ما قلنا العناصر بكثرة تعاملك مع الجدول الدوري وكثرة اعتمادك على أنه مرجع بالنسبة لك، بعد فترة بتكون العناصر متداولة عندك وتستطيع التعامل معها بسهولة. إذن ثلاثي أكسيد ثنائي الفوسفيت. نشوف أيضا مثال آخر، حمض حمض الهيدروكلوريك. يلا حمض الهيدروكلوريك، هيا يا شباب حمض الهيدروكلوريك. تذكر هو حمض ثنائي صح؟ هو حمض ثنائي، أحسنتم. طيب كلمة حمض معروفة، هيدرو هيدروجين، هيدرو قلنا هيدروجين، كلوريك قلنا كلور تعطيه إيك فيصير كلوريك، لو كان فلور تعطيه إيك يصير فلوريك. إذن بهذا الشكل، هذا هو الحمض الثنائي، حمض الهيدروكلوريك. نأخذ أمثلة أخرى، نأخذ أمثلة أخرى حتى يصل المفهوم، حتى يصل المفهوم. نأخذ مثال آخر، طبق التسمية، طبق التسمية بالطريقة النظامية. وبهذا بإذن الله اليوم نختم التسمية ونكون أخذنا عليها. هذه حمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك. أعطيكم فرصة تفكرون، يلا فكروا يا شباب. حمض الكبريتيك، كلمة حمض تعطيك إيش؟ ها كلمة حمض، أيوة أحسنتم، تعطينا H H، والهيدروجين كما تعلمون موجب. طيب كبريتيك طبعا هو حمض أكسجيني، كبريتيك إيك اتفقنا، إيك تعطيك آت، يعني الأصل لها جذر أكسجيني فيه آت. قلنا آت
المقصود فيها الأكسجين. طيب وعندي كبريت، كبريت أقول S بعدين آت أكسجين. طيب آت وفرة 4 S4 كبريتات. علشان أجيب الصيغة الكيميائية أعمل المقص، نحط هنا التكافؤات يا جماعة، هنا 2 هنا التكافؤ 1، ثم أعمل المقص بهذا الشكل يطلع عندك H2SO4. هذا حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك يا جماعة حمض التعامل معه لازم يكون بحذر لأنه حمض يعني خطير. طيب ننتقل لحاجة ثانية لازم نسميها صراحة ضرورية. احنا سمينا حمض الكبريتيك، نبغى نسمي حمض الكبريتوز. تذكرون كلمة أوز جت من وين؟ من إيت. أوز أصلها من إيت. طيب يلا يا جماعة الأمر سهل، ها أوز جت من اللفظ إيت. إذن كلمة حمض هيدروجين، أحسنتم. كبريتوز جاية من إيش؟ من كبريتات ولا كبريتيت؟ أحسنتم، كبريتيت، لأن عندي قلة في الأكسجين. SO3 هو الكبريتيت، الكبريتيت، وأيضا سالب 2. طيب نعمل بهالحالة المقص كما تعلمون، نحط التكافؤات، هذا التكافؤ نحطه هنا تحت وهذا التكافؤ نحطه تحت، ثم نعمل المقص كما تعلمون. صار عندي في هالحالة H2SO3. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه حمض الكبريتوز. حمض الكبريتوز، حمض الكبريتوز، هذا اسمه حمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك. طبعا ليش قلنا يا شباب؟ تذكر ثاني مرة، لأن هنا في وفرة في الأكسجين، هنا في قلة في الأكسجين، فصار اسمه حمض الكبريتوز. الآن إحنا يا جماعة الخير في الحقيقة أنهينا الكلام عن تسمية الجزيئات. اللي عملناه في الحقيقة إننا قلنا رايح نشتغل على 3 محاور: تسمية الجزيئات الثنائية، وأخذنا مثال عليها الماء H2O، قلنا نسميها بطريقة إنك تبدأ من الأخير وتحط المقطع إيد وبعدين تعطي البادئات أكسيد ثنائي الهيدروجين. إذن هذه الجزيئات الثنائية النوع الأول. النوع الثاني قلنا الأحماض الثنائية مثل حمض الهيدروكلوريك HCl، وعرفنا كيف نسميه، نعطي كلمة حمض وهيدرو للهيدروجين وإيك مع العنصر السالب. النوع الثالث اللي هو الأحماض الأكسجينية، وقلنا الأحماض الأكسجينية إما تسميها بالمقطع إيك أو المقطع أوز. إذا كانت الأكسجين كمية كبيرة إيك، إذا كانت كمية قليلة أوز. بهذا يا أخواني نكون استكملنا تسمية الجزيئات، وننتقل بإذن الله في الأيام القادمة نتكلم عن التراكيب الجزيئية. هذا اللي عندي اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق.